qui prend la tête. Mais vous savez, un marathon, c'est beaucoup de surprises. C'est juste 27 km. On va attendre bien entendu les autres passages et on va voir. جميل انني نشوف اليوم هذا الكم الهائل من الناس كتحج وكتشارك في هذه الدوره هذه. كذلك هنيئا لمدينه مراكش بهذا الماراثون هذا. هنيئا لنا كمغاربه وابطال مغاربه بنشوفوا ماراثون بهذا الحجم هذا في البلاد ديالنا. فشكرا لكل الناس اللي كتسهر على النجاح ديال الدوره هذه. كذلك شكرا للناس المسؤولين اللي كيعطيو اضافه لهذا الماراثون هذا وقدروا يحافظوا عليه لسنوات عديده. دونك وكذلك كنتمنى التوفيق لجميع الاعضاء المغاربه اللي اليوم حققوا نتائج ايجابيه. فكنتمنى اليوم التوفيق للمستقبل ان شاء الله. والاستعدادات ديالي الحمد لله جاريه بشكل جيد للملتقيات الدوليه ان شاء الله اللي غادي تنطلق في شهر 5. كذلك بطوله العالم اللي كاينه في هنغاريا هذه السنه ان شاء الله. وبخلاصه كنتمنى التوفيق للماراثون بالسنوات المقبله. Mesdames et messieurs, lors de cette 33e édition du marathon international de Marrakech, le grand Soufiane El Bakkali, champion olympique, champion du monde du 3000 steeple. L'Olympique Soufiane El Bakkali. البطل الذي منحنا الذهب وسيمنحنا ان شاء الله في اولمبياد باريس. Et on pose pour la photo pour immortaliser le moment avec le grand champion Soufiane El Bakkali, avec un grand sourire. Et oui, il est heureux d'être là parmi nous. Et nous autres aussi, nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Mesdames et messieurs, les meilleurs athlètes marocains sont là sur le parcours. Il y a aussi les meilleurs athlètes marocains. Mesdames, un duo, un duel, je dirais, kényan et marocain chez les hommes. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.